السلام عليكم، ازيكم يا سنة أولى؟ هنكمل مع بعض السكشن السادس ثوراسيك أبنديجيس. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الليجز الأرجل، وهنتكلم النهاردة عن الوينجز اللي هي الأجنحة. الوينجز بتبقى fully developed in the adult stage، وبيكون موجود في الحشرة 2 pairs of wings. طبعا الوظيفة الواضحة أو المعروفة للأجنحة هي الطيران أو الفلايت، ولكن في ممكن تستخدم عندي في أغراض مختلفة زي ما هنوضح بعد كده في الأمثلة اللي جاية. أول نوع معايا من أنواع الأجنحة هو التجمن وينج أو الجناح الجلدي، ده بيكون الفور وينجز إن كوكروتشز، بيكون عبارة عن الأجنحة الأمامية في الصراصير. صفاته ايه؟ بيكون هو ثيك وليدري، يعني سميك وجلدي. وظيفته بتكون البروتكشن او الحماية للجناح الخلفي اللي تحته، اللي هو بيكون وظيفته الطيران، هو بيحمي الجناح الخلفي. النوع الثاني من انواع الاجنحة هو الالترون وينج او الجناح الغمزي، ده بيكون الفور وينجز ان بيتلز اند ويفلز، ان هو بيكون عندي الأجنحة الأمامية في الخنافس والسوس. ايه بيكون الشكل بتاعه او صفاته ايه؟ بيكون hardened sclerotized and convex، وبيكون صلب ومحدب. وظيفته بتكون ايه؟ بتكون البروتكشن او الحماية للجناح الخلفي اللي بيكون وظيفته الطيران، يبقى وظيفة الالترون وينج البروتكشن او الحماية. النوع اللي بعد كده هو الممبرينس وينج او الجناح الغشائي، ده بيكون الهايند وينجز ان موست انسكتس زي الكوكروتش والبيتلز والويفلز، ان هو بيكون الجناح الغشائي بيبقى عبارة عن الأجنحة الخلفية في معظم الحشرات زي الصراصير والخنافس والسوس وهكذا. ايه هي الصفات بتاعته؟ ان هو بيكون ديليكيت و ترانسبيرنت، بيكون رقيق وشفاف، وبيكون وظيفته الفلايت او الطيران. بعد كده الهيميليترون وينج الجناح النصف غمزي، ده بيكون الفول وينجز ان بالز اللي هي الاجنحه الاماميه في البق. ايه الصفه بتاعته؟ ان هو بيكون هاردند بروكسيمالي اند ديستالي ميمبرينوس، يعني ايه؟ ان هو بيكون عباره عن جزئين، الجزء القريب من الجسم بيكون هاردند او صلب او غمزي، والجزء البعيد عن الجسم بيكون ميمبرينوس او غشائي. ايه وظيفته؟ وظيفته برضه بيكون البروتكشن او الحماية للجناح الخلفي. بعد كده الهالتر او البالانسر اللي هو دبوب التزان، بنلاقي ان الهايند وينجز بتكون متحورة عندي للهالتر في الفلايز والموسكيتوز، ان الجناح الخلفي بيكون متحور عندي للدبوس الاتزان في الذباب والبعوض. ده شكله هو مكبر، بيكون شكله كلاب شيبت او صولجاني الشكل، ووظيفته الاستابيليتي ان فلايت اوف انسكتس اللي هو اتزان الحشره اثناء عمليه الطيران. بعد كده السكيلي وينج او الجناح الحرشوفي، ده بيكون اول وينجز ان موثز اند باتر فلايز، كل الاجنحه اللي هم الزوجين في الفراشات وابي دقيق. دي صوره مكبره، بيكون كفرد ويز سكينز او مغطى بالحراشف، وظيفته طبعا بتكون الفلايت او الطيران. سيليت وينج او الجناح القطبي، ده بيكون اول وينجز كل الاجنحه اللي هم الزوجين في حشره تريبس. الصفه بتاعته ان هو بيكون نار وضيق، ويك فينز التعرقات اللي فيه بسيطه، وفرنجت ويز لونج هيرز بيكون عليه شعيرات طويله زي ما احنا شايفين في الصوره، ووظيفته اللي هي الفلايت او الطيران. وبكده نكون انهينا الثوراسيك ابنديجز.